وظل السؤال قائم، ماذا سنفعل هذا العيد بدون بابا نويل والخروف؟ ومعنا احد المواطنين. بص انا عندي حل جامد جامد موت عشان الموضوع ده، اقوله ان ممكن الناس لو هي الناس زعلانه عشان بابا نويل ده مشي واخد اجازه، ممكن الناس تلبس بابا نويل عشان التراديشنز دي لازم تعيش. طب وبالنسبه للخروف حضرتك؟ ممكن تاكل برجر. سمعت عن حربة بنقول، شفت الخروف وهو بيجري. شفت الخروف فعلا؟ شفته، حاولت اجري وراه وكده بس هو كان مات سريع جدا، ما عرفتش اجيبه. امبارح كان بيتذبح وعمل مكيده كده في الراجل وجري وبتاع. قول لي بابا نقول الحركات القرعه دي ملهاش لازمه يعني بالاخر، وحول الخروف يعني هنجيبك هنجيبك، هتروح فين يعني؟ سمعت عنه واثر علينا جامد، خاصه في فلسطين، لانه انت عارف كنا قبل القصف اللي كان بيحصل وكده كان دايما بابا نويل معانا وبيحتفل معانا في الاجواء وفي الشوارع. للاسف احنا بالسعوديه ما في بابا نويل، لكن موجود الخروف وكل شيء. سمعنا عنه واتمنى انه يرجع ثاني، والخروف هذا شيء اساسي بالعيد. تحب توجه لهم كلمه؟ أكيد نوجه لبابا نويل نقول نبيك معنا بالسعودية إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك في أقرب وقت، والخروف إن شاء الله بعد يجي وتنحل الموضوع. سمعت عن الموضوع ده في التلفزيون. وإيه رأيك في المشكلة دي؟ أنا واثق في قوات سلاحف النينجا إنها ترجعهم بإذن الله بإذن الله. والله دي تعتبر تغيير في سلوكيات المجتمع لخلق أنماط جديدة لمواجهة عصر الانفتاح والعولمة اللي احنا عايشين عليه في الوقت الراهن. مش عارف بصراحة يعني، الناس في حالة مزرية في الفترة الحالية، وربنا يسهل ويكرم الشعب. اللي عايز يذبح اي حاجة غير خروف يذبح، اللي عايز حد يجيب له هدية ويوزع له كأنه بابا نويل يعني، ممكن تمشي يعني. انت شايف بالشكل ده ممكن الاعياد تختفي من حياتنا؟ والله انا شايف ان هي اختفت من زمان يعني، احنا مقضينا كده بس مش اكتر يعني. وفي ناس الدنيا كلها اعياد يعني. احنا ممكن يعني نقول لسيادتك احنا ممكن نشالط ونجيب القرموطي وخبلك وندخله في الموضوع ونلم الناس وندور عليهم ونلم وبتاع وكده. تحب تقول لهم حاجه طيب عشان يرجعوا؟ هم مين؟ الخروف الخروف هو لو رجع ده على عمري يا ولدي، اذبح زكي قدر اذبح زكي قدر. وبابا نويل؟ لما خلاص احنا حافظين، واحنا 24/12 عيد ميلاد قاعد الدي جي عدد جي. معانا بابا نويل والدنيا كلها معانا والدنيا خيبانه. والله ما فيش خير، فين في حاجه كتير تتدبح في كذا حاجه تتدبح، مش لازم خروف يعني عشان يبقى في عيد. وبابا نويل؟ لا بابا نويل ده لازم نجيب بابا نويل عشان يبقى في راس سنه، لازم نعاقب بابا نويل على الموضوع دوت ونعاقب الخروف لان احنا كده مش هنكون في عيد. اشكرك. والله في الاول احنا كنا فاكرينها اشاعه بس طلعت موضوع بجد، فمش عارفين الحل هيبقى ايه. وانت من وجهه نظرك ايه الحل؟ والله انا مش شايف لها حل لغايه دلوقتي، والمشكله الكبيره ان احنا مش عارفين هنعيد ولا نيو يير ولا مفيش حاجه السنه دي. بجد ربنا يستر. مشكله طبيعيه يعني، اقول لك مثلا يعني احنا بابا نويل يعني هقول لك. طب قول لي بس انت قصدك ايه؟ هذا وقد راينا صوره الشارع المصري، ويبقى لنا السؤال ماذا سنفعل في الاعياد القادمه؟ كان معكم مصطفى فكري، قطاع الاخبار، قناه زوم.